قبل ما تفضجوا الفيديو خاوتي ما تنساوش تابونيو فلاشان وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد من عند قناة ميديا ديزاد. الحمد لله اكتسبت واحد القوة اللي هي قوة خطيرة نقدر نطير. السلام عليكم متابعينا الكرام، متابعي قناة ميديا ديزاد، خوتنا جيناكم في فيديو جديد وخبر جديد كالعادة، معكم خوكم شرف الدين. قبل مشاهدة هذا الفيديو خوتي كالعادة وصلوا 4000-5000 لايك، زكارة في الحاقدين على كل ما هو جزائري، وخليولنا أراءكم في التعليقات. نخليكم على الفيديو خوتي. الهاشتاغ الهاشتاغ ديال الجزائر، الهاشتاغ ديال بايصا، الهاشتاغ ديال بني مصور، الهاشتاغ ديال بني قرفط، الهاشتاغ ديال وادراس، الهاشتاغ ديال قران دغرك. سمعتيني يا جميلو؟ الهاشتاغ ديال قران دغرك. جبالة بقاو ساكتين بقاو ساكتين بقاو ساكتين سنين وعقود، النهار اللي حلوا دقمهم زط مولا في عينه وهي الهاشتاغ ديال الجزائر. الهاشتاغ عرفت من الهاشتاغ، الهاشتاغ اشنا هو الهاشتاغ ديال الجزائر؟ هذا الويناش ماذا أصبحت أرحام أمهاتكم تنجم في هذه القرون الأخيرة؟ وش هذا سياسي؟ وش هذا فاعل في الحقل السياسي؟ وش هذا بنادم دابا كينتخبوه الناس وكيصوتوا عليه وكيطلع يهضر في البرلمان؟ الهاشتاغ ديال الجزائر، الهاشتاغ ديال النعرس، ديال البيصر، هذا زمن القرود فاخدع وكن لها سامعا مطيعا. خوتي خواتاتي السلام عليكم، ومعذرة على هذه الظروف اللي كنصور فيها، ظروف جد غامضة. بسم الله. هذيك كنت كنجري وكنتحرك في واحد البلاصة فهمتي، والعرق كتهوى هذا وكتعرف والعطش وكذا فهمتي، ولكن كل شيء يهون في سبيل هذه الأمة. نعم سوسو اخوتي السلاكو ديال كنصور فيها، ها جبل احد راه هو مورايا كتشوفو هيه. المهم علينا ما علينا، شنو هاد الروينه هاد؟ قال لك هاد المصيبه الكحله، هاد السيمو هذا قال لك عنده شي 7 العمارات في القصار و 8 فيلات في العرايش و 9 كذا في القصر الصغير. وان ترى الحفاة العراة، هي هادي، وان ترى الحفاة العراة يتطاولون في البنيان، هي هادي. الهاشتاغ ديال الجزائر، الهاشتاغ ديال الجزائر صرفقي، لا 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 الهاشتاغ ديال محمد العروسي. نعم محمد العروسي يا حسن، جبالة مساكنة دابا هاد الجبالة هادو ما فهمتش القضية ديالهم. عاوتاني الجبالة اللي كيصوتوا على هذا عزيز، هاديك الجبالة ديال سيدنا مزاون، سيدنا مدخن، سيدنا لا يخلينا نزرعوا الحشيش والكفايلة، لا نتعدلوا مزيان، نتحشوا سيدنا مدخن عايش الماليه ديالنا في البايصر في الهاشتاغ ديال الجزائر. يا حال هيدا طبعا هذا لا يوحي بانني مع الهاشتاغ ارحل اخنافوش ولا هادشي، نو نو نو، حنا قلنا لكم الهاشتاغ اللي خصو يكون هو الشعب يريد اسقاط النظام. نعم هذا هو الهاشتاغ الذي ستصلون به الى غايتكم. نعم اما ارحلي اخنافوش ولا ارحل شي واحد اخر غير كتحمقوا راسكم والسلام عليكم. وبالمناسبه كنتحيو الناس ديال الدار البيضاء اللي خرجوا بالامس ولا هذه واحد يومين كيغوتوا في شوارع الدار البيضاء. الشعب يريد اسقاط النظام، نعم شيء يفرح، شيء يدخل على الصدور البردة وال انتم عارفين ديك الشعر كامل. نعم يثلج صدور الاحرار، نعم ان نرى مثل تلك المشاهد. والله خرجوا يصرخون الشعب يريد اسقاط النظام في الدار البيضاء. نعم احرار البيضاء، حرائر البيضاء خرجوا وخرجنا سويا، نعم واعلنوها في العلن، نعم مدوية، الشعب يريد اسقاط النظام. نتمنى ان تسير باقي المدن وباقي الجهات في المغرب على هذا المنوال، نعم ان يخرج الرجال والنساء ويصرخوا ويصرخنا الشعب يريد اسقاط النظام. ما تبقاوش يتعنوا ديك القضية ديال الشعب يريد اسقاط النظام، الشعب يريد اسقاط النظام، شويش كتقلبوها الموسيقى، الشعب يريد اسقاط النظام، نو نو ما كاينش هاد القضية، خصو يبقى ماشي بديك الريتم هذاك، ها الريتم الثوري الانتفاضة. نعم الشعب يريد
اسقاط النظام. هيدا سوكا مش هيدا لا لحن هيدا اللحن ديال الطبيعي. نعم طبعا انا كنصور هذا الفيديو هذا وبال ديالي مشطون ومشغول بزاف الحاجات فهمتي كيفاش، لان الوضع لا يبشر بالخير سواء في المغرب او لا في الاقليم او لا في العالم فهمتي كيفاش. الامور تسير نحو التهلكة، نعم الامور تسير نحو الانفجار الكبير البيج بانج. نعم مرة أخرى في فيديو الأخير كنت كنقول لكم العالم على حافة عفريت. نعم تصورتوا هذيك جبال صديق واحد الخطأ ارتكبتو يتكفي عفريت ماشي على حافة عفريت، من كيتخربقوا لي الدوسة بعد خاطر كنت نول كانت ما عارفين القضية البارحة ما عارفين ولا البارحة بدا واحد العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة، بداو كيقتلوه بداو كيدبحوه كيف الصواريخ كذا وكذا انتم ما عارفين القضية. كاملين بكم عندكم التلفزيون في الدار، كاملين بكم كتفرجوا في الجزيرة. ها واخا انا ما كنتفرجش في الجزيرة كنتفرج على فقرة العالم اللي عند المصداقية وقناة المنار اللي عند المصداقية وقناة الميادين اللي عند المصداقية والقنوات اللي على هاد الشكل هي اللي كنتفرج فيها. اما الجزيرة ولا العبرية هادو قنوات البترو دولار ما عنديش معاهم ما علينا. وطبعا ننتظروا على احر من الجمر غادي يخرج الناطق الرسمي باسم الحركة الصهيونية العالمية وزير خارجية الزريبة بوريطة وسيدين بشدة، نعم سيدين حركة الجهاد الإسلامي وحماس وكل حركة المقاومة في فلسطين، نعم سيدينها وسيعلن صدامنا المخزن مع إسرائيل. قريبا سترون هذا المشهد في إعلامكم، لأن أخوتي بلا ما تكذبوا على راسكم المغرب صافي باعوا مخزن إسرائيل. أي والله الآن نعيش نحن مرحلة صهيونة المغرب. نعم المغرب يعيش مرحلة الاستعمار التدريجي الإسرائيلي. هادشي راه هضروا عليه المثقفون والسياسيون والمحللون، شافوا الزاربيون هما اللي مساكن باقي ما انتبهوش إلى هذه القضية. ما هو العالم كامل انتبه لهذه القضية أخوتي. نعم المغرب الأقصى يتعرض لحملة استعمار تدريجي من طرف إسرائيل. نعم وطبعا ليس استعمار قهري نو المخزن ناداه وعيط له واستدعاه لكي يفعل ما فعله مولاكم عبد الحفيظ حينما استدعى فرنسا للحماية. نعم عيط لفرنسا قال لا أجي استعمار المغرب مولاكم عبد الحفيظ سنة 1912 دابا الحفيد 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 هذاك اللي ظهر في القمار عاوتاني إلا كان على قيد الحياة طبعا هو جاب لكم إسرائيل دابا غير بالفعل ماشي جابت احتل الأراضي المغربية. نعم راه ما صار فوق شوية مطبعة لا 79 ولا 80 ولا 81 لم تشهد ما يشهده المغرب. المغرب أخوتي شاء الله عام باش طبع في العالم. نعم وزير الدفاع جا رئيس الأركان جا الإسرائيلي طبعا وزير الدفاع الإسرائيلي جل الزريبة رئيس الأركان الإسرائيلي جل الزريبة رئيس الشرطة الإسرائيلية جل الزريبة رئيس الاستخبارات الإسرائيلية جل الزريبة آخرين كذلك المسؤولين الكبار جل الزريبة وزير الخارجية اللي هو رئيس الوزراء دابا جل الزريبة ومهد وش هادشي هذا عادي كنتوما باقي ما فهمتوا شي هادشي كامل كيوقع في بلادكم وانتوما مازال كتقراو ليه اسبريس اللي كتقول لكم المغرب عنده علاقات قويه وجيو استراتيجيه وكذا. شمن علاقات قويه شمن جيو استراتيجيه واش نتوما حمار؟ والمغرب صافي استعمر لهني تبتوا لكم الحق انتوما ناعسين وعاجبكم النعس اللي نتوما فيه. ناموا ولا تستيقظوا ما فاز منكم الا النوام. وهذيك قرينا دابا قال لك سيدنا ماماه مريطة وغادي يمشي يعيش فرنسا صافي تتبرا يما تتبرا يما عاد كيرجع للمغرب قريتوها كاملين قولوا لي ما قريتوهاش عاد قرا عليكم انا نقرا عليك دابا بالعربية التعراض قالوا لكم بلا ما تسبقوا تصدعونا فان هو الملك ولا فين جلس الملك ولا فين جا الملك أنا الذي أسأل وأتساءل نعم أنا أسأل وأتساءل في نفس الوقت واحد المسؤول هو الأول في البلاد ودائما مسافر كيف تدور أحوال هذا البلد إذا حسب الإحصائيات كيقولوا بأنه كيبقى 280 يوم خارج المغرب 280 يوم خارج المغرب فهمت ولكن أنا بدأت أشك قليلا في هذه القضية كيفاش كأس العرش ما حضر لا هو لا خاه لا بنو لا اختو لا يما لا عزيز لا تجي واحد
وزيد عليها القضيه ديال دابا فوقاش كانت القنوات الاعلاميه المغربيه كتهضرنا على المواضيع الحساسه بحال هكذا. مالك ماشي طلع على يماه، مالك ماشي جلس حدا يماه. زعما باقي واحد الدريوج مسكين، واحد الدريوج ضل الله محمر ديال الوالدين كتعرف ولا ديك يماه، ديك الحجه، ديك المؤمنه الطيبه، ديك الياقوته، ديك ديك نجله زعما ديك اللعبه ديال دغدغات عواطف الزريبه، فهمت؟ زعما باش كيسمع ديك الخبر كيقول انا مرضي الوالدين الخاوه رضا الوالدين ولكن ان الامر قد دبر بليله خوتي، هذه تما شي حاجه هذه. دابا بدينا كنتاكدوا بان حقيقه الكلام هذا ديال الملك مريض والحاله ديالو الحاله ديالو سيئه، وهادشي كياكد هادشي. واش المخزن ما عندوش شي لعبات؟ ما عندهم شي تقاداو لكم صافي، ما عندكمش شي لعبات اخرين تعملوهم؟ كيفاش هاد القضيه يمشي يطلع على يما، يجلس مع يما، يقابل يما؟ شنو رجعوا فيرميرو ولا؟ رجعتوه فيرميرو يا والتصور ديالها كتبان ضخمه مع راسها، التصور ديالها كتبان ضخمه مع راسها في القصر ديالها. نعم سيدي مبرع لك مع الممثلات التركيات كتدرع فيهم، كتقيل الدرع فيهم وتلعب معاهم وتكحكع معاهم وتنشط معاهم. واش نسحبكم؟ بقى شي واحد سال في هذا الزمان وزيدوا اللي عندهم الفلوس وعندهم الجاه وعندهم العبيد والاقناس نورمالي يتمتعوا في الحياه الدنيا ديالهم. نعم بما لا الدواء طاب اخي ديالي. واش نسحب؟ واقيلا واقيلا اخوتي كنهضر معكم الصراحه اخوتي، نعم واقيلا كاين شي حاجه، واقيلا ودع، واقيلا ودع اولا، واقيلا شي حاله صحيه يرثى لها لا يحسد عليها، شي حاجه تما غادي نقول لكم شي حاجه واقيلا بدا يلوح في الافق انه سوف يودع. دابا كيشوفوا كيفاش يربحوا الوقت باش يضامسوا القاطع، هو اصلا القاطع في المغرب مضامس بلا ما يضامسوا. الشعب مضامس راسو بيدو، نعم ما كيبغيش يشوف. انا قلت لكم عطينا مليون ديال الادله كنعطيكم. المهم هادشي اللي كاين اخوتي في هاد الساعة هادي، وهادشي اللي كاين في هاد النهار هذا، وهادشي هو اللي حبينا نشاركوه معكم في هاد الفيديو هذا. وفهمتي وفي ايام جاية ما يعلم بها الا ربنا، انتظروا الأسوأ. نعم لان الشعب المغربي حتى هو مشارك في هادشي اللي وقع في البلاد اخوتي. نعم الشعب المغربي مشارك في هاد الاشياء اللي كتوقع في البلاد، ليس بريئا كما يدعي او قد يدعي. الشعب المغربي حتى هو مشارك في هادشي هذا. نعم دابا هي القضيه ديال زياره المسؤولين الاسرائيليين للمغرب، واش شفتوا شي معارضه في المغرب؟ واش شفتوا شي تظاهرات شعبيه خرجت تندد بزياره رئيس الشرطه ورئيس الاركان ورئيس وزير الدفاع ورئيس المخابرات؟ والو الشعب صافي كلاتي بخا معوض نيجا. دابا اخوتي بالله عليكم اسرائيل فين غادي تستافد من المغرب؟ يلا خدموا العقل ديالكم شويه. واحد الدوله متطوره متقدمه الدعم العالمي كامل معاها، شنو غادي تحتاج في المغرب؟ في المخزن المتخلف، في المخزن الرجعي، في المخزن الديكتاتوري، شنو غادي تستافد منه هي؟ اذا المساله اخوتي هي ان المغرب الان يقدم على طبق من ذهب للصهيونيه، فهمتي؟ بحال اللي عملت بريطانيا في الاربعينات من القرن المنصرم. خبركم ياك سنة 1948 تم إعلان تأسيس وإنشاء دولة إسرائيل، ولكن قبل 48 بريطانيا كانت محتلة الأراضي الفلسطينية، هي اللي كانت كتجيب الصهاينة وكتمكنهم من الأراضي ومن السلطة باش ملي خرجت خلاتهم قتلوا من تما اللي غادي تحتلوا، وداك الشيء اللي وقع. بريطانيا خرجت وما احتلوا الأرض، فهمتي كيفاش؟ دابا المغرب المخزن عمل هاد اللعبة معاهم، قال لهم دخلوا باش كذا كذا غادي باش المغاربه غادي يجبروا راسهم صافي بنديره زرقاء وحمراء هيدا والنشيد الوطني الاسرائيلي، ويبقاو يقولوا صافي عاش الملك وسيدنا بغانا هادشي هذا، سيدنا تيديرها زوينه، سيدنا حفيد الرسول ما يمكنش ما يديرهاش زوينه، سيدنا راه جدد ظهر في القمر، سيدنا راه زوين ما تيديرش حاجه عيانه، تيدير غير داكشي الزوين داكشي اللي بغاه الله سبحانه وتعالى، والله يعطيه حجه مبروكه، والله يعطيه اش كتعرفوا ديك العقليه المغربية المدمرة. كما وصلنا خبر
ونبأ، نعم وصلنا خبر ونبأ العياش العبيد خارج الزريبة يحتفلوا بعيد العرش ويتعاركون مع الأحرار ويضربوا في الأحرار. مهم أخوتي، أنا صاحب هذه النظرية، نعم أنا صاحب هذه النظرية وأفتخر بأنني صاحب هذه النظرية، قلتها وسأكررها للمرة الألف. نعم، المغرب يحتاج إلى حرب أهلية ضروس لا تبقي ولا تضر. نعم، الأحرار في جانب والعبيد الملكيين في جانب آخر، حرب ضروس ستدور رحاها في كل أو لا رحابها ولا تغربها في كل أرض المغرب، فهمت؟ لن تكون مقتصرة على منطقة دون الأخرى، نو، الأحرار في الشمال ضد العبيد في الشمال، الأحرار في الداخل ضد العبيد في الداخل، الأحرار في الجنوب ضد العبيد في الجنوب، الأحرار في الوسط ضد العبيد في الوسط، الأحرار في الشرق ضد العبيد في الشرق، وهكذا دواليك. نعم، الحروب الأهلية أخوتي اللي جاسس عبر التاريخ بحال الحرب الأهلية الإسبانية بين الجمهوريين والملكيين، أنتم عارفين في الخبر في راسكم، سنة 1936 وانتهت سنة 1939 وانتصر الجمهوريون وسقطت الملكية في إسبانيا، كذلك الحرب الأهلية في أمريكا بين الجنوب والشمال وانتصر الشعب الأمريكي وخرج بمبادئ قوية. راه الشعب الأمريكي ما يقدرش يداهم سودا باش واحد يولي ديكتاتوري كيحكم، نو، لأن الشعب عطى الدم ديالو، فهمتي، كيعرف قيمة الحرية، فهمتي، هادشي هو اللي خصو يوقع في المغرب أخوتي. نعم، هادشي هو اللي خصو يوقع، الحرية ثمنها الدماء الطاهرة، نعم، ثمنها الرقاب، ثمنها الشهداء، ويتخذ منكم شهداء، نعم، ليس هناك حل آخر، لأن هاد العبيد هادو باغيين يخربوا بلاد، هاد العياشة خربوا بلاد، وباغيين يخربوا ناحيتنا الدنيوية والأخروية، نعم، دابا نتوما اللي راضيين على هاد الحالة هادي، شنو غادي تقولوا الله سبحانه وتعالى غدا يوم القيامة؟ شنو غتقولوا له؟ حين سيسألكم، حين ستقفون أمامه يوم يقف الناس لرب العالمين، ملي غادي يقول لكم أنتم كشعب، شنو درتوا؟ شنو درتوا ملي كان المخزن تبيع بلادكم الحركة الصهيونية العالمية؟ اللي كتقصف غزة وكتقصف الأطفال غزة، شنو تقولوا له؟ غتقولوا له يا سيدي ربي، يا سيدي ربي، والله يا سيدي ربي، والله يا سيدي ربي، قالوا لنا في اسبريس وفي هيبا بريس وفي ار تي ام والدوزيام، وقالوا لنا كاع ديك القنوات التعليمات، قالوا لنا سيدنا زوين، سيدنا زوينه، عاش الملك، واللي قال شي حاجه راه انفصالي، يا سيدي ربي، احنا كنا مع ضد الانفصاليين يا سيدي ربي، المخزن قال لنا هذوك الانفصاليين وعبثيين، وحنا قلنا ضد سيدي ربي، زعما هادشي اللي عندكم في بلان ديالكم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، ولكن قبل ذلك هنا لابد أن نتحاسب مع هاد العبيد، هادو هما المتاريس الحقيقية التي تمنعنا من بناء دولة الحق والقانون، ليس المخزن في حد ذاته، المخزن جبان، هاد العبيد، هاد العبيد المجرمين، هادو الذين يصفقون للمخزن في كل صغيرة وكبيرة. نعم، واش عباد الله ما كتشوفوش هادشي اللي كيشوفوه الناس؟ واش كاينه شي دولة عربية ولا شي دولة إسلامية كتعمل هادشي اللي كيعمل المغرب دابا مع الحركة الصهيونية؟ وريوني بالله عليكم، وريوني شي دولة، قولوا لي ها هي العلاقة ديالها الأمنية والعسكرية والاقتصادية والسياسية والاستخباراتية وكذا مع إسرائيل بحال المغرب، ما كايناش إلا أنتم. ما كنبغيش نقول الآيات القرآنية اللي نغلط فيها، فهمتي، ما هي الآيات القرآنية اللي كتعبر على الواقع المغربي موجودة كثيرة. نعم، وقالوا ربنا إنا أطعنا، قالوا ربنا، واحد الآية سبحان الله العظيم، فوقاش من نسمعها ولا نقراها ولا تجوز حدايا كنشوف الواقع المغربي والله العظيم، قالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلة. غادي تبرى وغادي تبرى، المعنى ديال الايه هو هادشي اللي قلت ماشي حرفيا، غادي تقول الله سبحانه وتعالى راه حنا طعنا هادوك اللي كانوا كيحكمونا، حنا طعناهم فاضلونا السبيل، ولكن غادي يكون في ديك الساعه فاتكم القطار. دابا بزاف بنادم يتخذ كلامي هزوا، فهمتي كيفاش كيجيبوا الله انا كنغني، فهمتي، لانه هو تايق في راسو بانه في الطريق المستقيم، هذا العياش هذا المدلول اللي راضي بالذل وراضي بالهزيمه، كيحس براسو بانه على حق، فهمتي كيفاش؟ يعني هو كيقول انا الذمه ديالي باغيه مع هادشي اللي كيوقع في المغرب، لا
كلكم راع وكلكم مسؤول عما يحدث في بلدكم. لا كاينش شي حاجه اسمها انا ماشي سوقي والمخزن عارف شنو تيدير. هذا لن ينطوي على الله سبحانه وتعالى يوم الحساب. غير شوفوا شي اخترعوا وفكروا في شي كذبه اخرى تقولوها. نعم حتى الشعوب مسؤوله عما يحدث في اوطاننا. راه ماشي غير الحاكم الظالم الديكتاتوري الخائن، حتى الشعوب مسؤوله، الشعوب التي تتفرج ولا تحرك ساكنه ولا تسكن متحركه، بل اكثر من ذلك تصفق لكل شيء يفعله الطاغوت. المهم هادشي اللي كاين فهاد الساعة هادي، هادشي اللي كاين اخي ديالي. نعم هادشي اللي كاين، لأن ما جبرت فين الهضرة الصراحة، ما نقول، إيه والله ما جبرت ما نقول، بس ما نقول أخوتي والله العادي، هما دابا كيوريو غير التصاور القدامين وفيديوز قدامين، غير التصاور القدامين وفيديوز قدامين، ما كيوريوش شي فيديو جديد هيدا تشوفو زعما. دابا لبغاو مثلا يضحضوا هاد الفكره التي تشاع بان الملكه قد ودع، واش تحلف له مثلا يجيبوه في واحد الحادث معروف انه وقع في ديك الساعه، فهمتي كيفاش؟ ويقدروا يبرهنوا بانه على قيد الحياه وانه في صحه جيده. بالحق لا، هو ما تيديروش هاد الشيء، تيجيبوا حاجه قدام، تصور قدام على التصويره هذه اللي شفتوا دابا الملك في فرنسا، هذيك الجلابه حمراء كان كيلبسها في 2016 اللي كانت باقا كتعجبو الداوديه وبطمه، في الاخر رجعوا كيعجبو حاجه تاخرين هو، فهمتي؟ بدل من الذوق ديالو، فهمتي؟ نعم بصح لان دنيا بطمه سمعتها وحنا قتلهم، ولا قريت هيدا في واحد المقال بيضاء قتلهم ملي وشحني سيدنا قال لي انا كنبغي المغاربه كاع يسمعوا لك الديسك تاعك. أمير مؤمنين، أمير شيء اسمه أمير المؤمنين، هيدا يقول لفاجرة، يقول لساقطة، يقول لشيء اسمه مطربة، كتقيل تشطح وكتوري ديك المسائل وانتم عارفين، ويوشحها ثلاثة الخطرات ويقول لها، وهو يوشحها كيقول لها ما كرهتش الشعب كاع يغني الغنى ديالك. حنا خصنا شي قائد اللي يوشح ديك التلاميذ المتفوقين في الفيزياء وفي الكيمياء وفي الرياضيات وفي الفلسفه وفي العلوم الدينيه وكذا، ويشجعهم يقول لهم ما كرهتش الشعب كامل اللي يولي بحالكم كذا، باش على الله نبنيو شي مفاعل نووي للطاقه الكهربائيه، اللي توليد الطاقه الكهربائيه، وما بقاوش الطاقه الكهربائيه، نعم ما بقاوش معتمدين على الفوسفات، وما بقاوش معتمدين على تصدير المواد الخامه وداك الشيء، وحنا عندنا الامكانيات في البلاد وكذا وتحليه مياه الماء نشوفوا كيفاش نديروا لها، ومعالجه مشكل السكان ومعالجه هو تيقول لنا ما كرهتكمش تغنيو الاغاني تاع باطره. والمهم الشعب المغربي غني اغاني تاع باطمه وغني الاغاني تاع الدوديه، اعطيني ساكن ماكي، وتفوق في اكبر طاجن في العالم، وتفوق في اكبر تعريجه في العالم، وخلي الشعوب كتتحرر، وخلي الامم تتقدم. نعم الامم تتقدم والشعوب تتحرر، وانتم تبعي الاخوه الخاوي. نعم بني وطني، ان الشعوب واهلها قد استيقظت طرا وانتم نوموا. نعم كنت تبعي للخوه الخاوي وكذا، وملي عمل شي واحد شي فيديو يهضر على شي سرقه ولا شي كذا، شي واحد القمرته ولا جبر بنته ولا كذا، كتجبر 700 الف مشاهده في دقيقه. الله اما بعد الشعب يبدي، عمل شي فيديو وقول رجل جبر مرته مع صاحبه وكذا شي ابا ما عرف علاش، اولا شي وحده لقات بنتها ولا شي ديك اللعبه، انتم ما عارفين كيمشي له العقل المغربي، كيمشي داك الشيء سبحان الله العظيم، حاله نادره جدا ومخلوق عجيب الاطوار. اما تجي تهضر له في المشاكل ديال بلادو والتعاسه اللي كيعيش فيها، لا 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 داك الشيء كاع ما كيهمو. والمهم صافي بركه عليكم، خليكم في هذه الحاله اللي نتوما فيها، نتوما في واحد الحاله
جميلة جدا. أنتم أجمل شعب فوق الأرض والحالة ديالكم محسودون عليها، اللهم كثر حسادكم. لا اللهم كثر حسادنا. هذه نهار الإسقاء لازم شينا سقسينا العلماء وسقسينا الناس ديال الدين وسقسينا قال لك عمر الرسول صلى الله عليه وآله ما قال الكلمة. والمهم خليكم انتم مع الترهات ديالكم ومع الفلسفة ديالكم والخوة الخاوي ديالكم. بالمناسبة اليوم كنعيشوا الذكرى تقريبا هذه واحد 1390 سنة تقريبا، سمعتوني؟ هذه واحد 1390 سنة تقريبا، 1390 سنة تقريبا بحال هاد الأيامات اللي كنعيشوا دابا في محرم الحرام. نعم، شي قوم كانوا كيصليوا حتى هما وكيدعوا بالإسلام وشبروا الحفيد النبي ديالهم وذبحوه، ذبحوه هو عطشان عطشان، منعوه من الماء ما خلاوهش يشرب وجاو ذبحوه. نعم ذبحوه عطشان، وبدوا كيلعبوا له بالراس ديالو وكيلعبوا له بالجسد ديالو بالجثه ديالو. نعم، وهلا كيشبر له اليد ديالو كيزول منها الخاتومه، هلا كيشبر الشفايف ديالو كيبقى يعمل له هكذا وهكذا. نعم، الحسين عليه السلام. نعم، حنا دابا كنعيشوا ديك الذكرى، هذيك كنعيشوا ديك الذكرى الحزينه. نعم، كما قال رسول الله صلى الله عليه واله، رسول الله صلى الله عليه واله قبل ان يستشهد الامام الحسين عليه السلام، حينما كان الامام الحسين لا زال طفلا، وطبعا رسول الله ذهب الى لقاء ربه وترك الحسين والحسن عليهما السلام لا زال طفلان صغيران. نعم، ولا ربما رضيعان. نعم، رسول الله ماذا قال؟ ان لقتل ابن الحسين، ان لقتل ابن الحسين حرارة في نفوس المؤمنين لا تبرد ابدا. تقريبا الحديث بحال هيدا، ماشي لفظا ولكن المعنى ديالو، ان لمقتل ابن الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لن تبرد ابدا، لن تبرد ابدا. نعم، يبقاو دائما يتفكروا الذكرى ديال المقتل ديالو غادي يبكيو عليه عليه السلام. نعم، لذلك المؤمنون في هذه الأيام يبكون في العالم بأسره، وحتى الأحرار معهم يبكون على مقتل الحسين عليه السلام، لأن الإمام الحسين استشهد من أجل كرامة الإنسان، استشهد من أجل الحرية، لأن الملك الطاغوت ديك الزمان قال له آجي هبط الرأس، هبط الرأس واركع واسجد لي وخف مني كما يعمل العبيد والأقنان. والحسين عليه السلام قال له هيهات منا الدلة، قال له تقطع الراس ديالي وما نسجدلكش ايها الطاغية الظالم المجرم. نعم، وداكشي اللي كان. اذا كان دين محمد لن يستقيم الا بقتلي فيا سيوف خديني، كما قال الامام الحسين عليه السلام. اذا كان دين جدي لن يستقيم الا بقتلي فيا سيوف خديني. نعم، ولاد الحرام بداو كيقطعوا فيه وكيذبحوا فيه وكيشحطوا فيه. نعم، نحن نوشي فيه مرحموشي، بعدما أن قتلوا أبناءه ورضيعه، رضيعه الإمام الحسين هز الرضيع دياله، هز عبد الله عليه السلام الرضيع دياله، هيدا هيدا بقي شاء الله في عمره شي 3 شهور، هزوا هيدا في الدوك يقول له معطيوه الماء، معطيوه الماء خصو يشرب كيغوت، هما يصيفطوا له واحد النبل في وسط الحنجرة دياله عليه السلام. وقبل ما يوقع هادشي كان كيقول لهم كان كيقول لهم واش كتعرفوني شكون أنا؟ هادوك 30,000 اللي تما كيقول لهم هادوك 30,000 ديال العياشه والعبيد والعسكر ديال يزيد بن معاويه، كيقول لهم كتعرفوني شكون انا؟ كيقولوا له اياه كنعرفوك. كيقول لهم انا الحسين ابن فاطمه ابن علي حفيد رسول الله، كيقولوا له كنعرفك شكون انت، انت هو الحسين ابن فاطمه ابن علي حفيد رسول الله. وكيقول لهم كتعرفوا هادشي علاش كتعملوا بيا هادشي هذا؟ كيقولوا له لاننا نكره ابوك انتقاما من أبوك الإمام علي عليه السلام. لذلك يزيد لعائن الله عليه حينما وصله نبأ استشهاد الإمام الحسين عليه السلام وقف وبدأ ينشد يا ليت أجدادي ببدر قد حضروا. فهمتوا كيفاش؟ لأن الأجداد ديالو قتلوا في بدر، غزوة بدر على يد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، فهمتي؟ وهو كان يرى ما حدث في كربلاء انتقاما لما حدث لأجداده في بدر، ولكن الأمة العينين ديالها مطلصين ما كتشوفش هادشي هذا. الأمة كتعتبر يزيد صحابي وباباه صحابي وعدول ومبشرون بالجنة. نعم، بينما هم مجرمون. قتل روزفلت
أولاد ترومان واحد فيهم الرئيس الأمريكي روزفلت اللي كان في الحرب العالمية الثانية كان مقعدا، أولاد ترومان اللي ضرب الجابون بالقنبلة النووية، واحد من هاد الجوج شنو قال؟ قال حنا ارتكبنا مجازر في التاريخ، تاريخنا مملوء بالمجازر، ارتكبنا مجازر هائلة، ولكن حنا لم نتجرأ أن نقتل ابن بنت رسولنا، ولكن العربان فعلوها، ولكن الأعراب فعلوها، نعم، قتلوه الإمام الحسين عليه السلام، قتلوه قطعوا له الرأس ديالو وهزوه في الرمح وداوه ليزيد، نعم، داوه ليزيد، نعم، والرأس ديالو في الرمح هو كيقرأ القرآن، إنهم فتية آمنوا بربهم فزدناهم هدى، كيقرأ سورة الكهف وهو معلق في الرمح، نعم، ورأسه الكريم معلق في الرمح. قرأوا التاريخ ديالكم المسلمين بس تعرفوا شنو وقع. لذلك هذه الأيام أيام الحزن والبكاء، هذه أيام الحزن والبكاء، هذه أيام عشاق الشهادة، هذه أيام من يريدون الالتحاق بالحسين عليه السلام وعلى درب الحسين عليه السلام. ولن يحرر العرب والمسلمين إلا الذين هم على درب الحسين عليه السلام، لن يحرر العرب والمسلمين إلا من هم على درب الحسين عليه السلام. إمام الأحرار، إمام الأحرار بكل ما تحمل الكلمة من معنى، نعم. وبحال اللي قال واحد العالم، قال غادي يجي واحد الوقت ماشي المسلمين فقط من سيأتي إلى كربلاء لكي يزور قبر الحسين عليه السلام، قال البشرية جمعاء ستأتي إلى كربلاء لتزور قبر الحسين عليه السلام يوم تعرف من هو الحسين عليه السلام. نعم، الحسين عليه السلام مصباح الهدى كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وآله، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، نعم، مثلكم ومثل الحسين فيكم كسفينة نوح، نعم، أوصف كثيرة كان كيوصفوا فيها الرسول صلى الله عليه وآله. رسول الله صلى الله عليه وآله كان كيصلي صلاة الجمعة بالناس، ها، وفوق المنبر كيخطب، ها، صلاة الجمعة والأمر، ها، يخطب في أمر من أمور المسلمين، ويخرج الإمام الحسين عليه السلام يحبو، لازال رضيعا يحبو، وكيهود الرسول صلى الله عليه وآله من فوق المنبر، وكيهز الإمام الحسين وكينزلوا الكساف ديالو، وكيطلع المنبر وكيكمل الخطبة ديالو، كيوري لهادوك الناس، كيوري لهم القدر ديك الشخص هذا شكون هو، ولكنهم لم يفهموا الرسالة. فسلام على الحسين وعلى أصحاب الحسين. وفي الأخير ما تنساوش ديروا النجام وتشاركونا رأيكم في التعليقات. سلام.